نشأت فرقة أنصار الحسين عام 1996 وضمت حوالي 16 طالبا من طلبة العلوم الدينية في مأتم أنصار الحسين على يد الأستاذ علي القطان، وكان متوسط أعمارهم آنذاك حوالي 7 أعوام. شاركت الفرقة بالكثير من الأناشيد منذ بداية انطلاقها ولم تتوقف بعون الله، إذ كانت تشارك في معظم المناسبات الإسلامية. اندمجت في عام 2008 مع فرقة الكوثر وحملت نفس الاسم الحالي، فرقة أنصار الحسين الإسلامية. تتمنى الفرقة أن تكون قد وفقت في إيصال شيء من رسالتها التي أسست من أجلها، وتطلب من الله العون في سبيل تحقيق ذلك.